السؤال الثالث. الثالث عندي حلفون كثيرة ولا أدري شلون أكفر عنها. طيب شكرا لك يا أخي الكريم. سؤاله الآخر الأخير يقول عنده يعني عدد من الأيمان والحلوف، فماذا كيف يكفر عنها؟ ما أدري ما هي هذه الأيمان ولا هذه الحلوف، لازم يبين حتى يكون الجواب على السؤال. أنا أما عندي حلوف وعندي نذور وعندي أنا ما أدري عنها. نعم.